لكم. الأخ أبو بروق من السعودية يسأل يا شيخ، يقول بالنسبة للمرأة وصلتها لأخوات زوجها، هل هذا من صلة الرحم الواجبة؟ هن أقارب الزوج ليسوا أرحاما، نعم، ليسوا ذوي رحم بالنسبة للزوجة، كما العكس. نعم، أقارب الزوجة ليسوا ذوي رحم بالنسبة للزوج، إنما هم من الأصهار، نعم، والله تعالى جعل الصهر قسيما النسب، قال جل وعلا: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب هم كل من لك صلة بهم من جهة أبيك وأمك، نعم، تجتمع بينهم في ولادة، والصهر هم أقاربهم من لك بهم صلة من جهة النكاح، سواء كانت، نعم، صلة المرأة بأهل زوجها أو صلة الرجل بأهل زوجته. ليس لهم من الحق ما لذوي الأرحام، لكن الله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا كانت القطيعة تفضي إلى تباعد الأولاد وعدم، يعني تؤدي إذا بعدت الأم أو بعد بعد الأب عن 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 أهل الزوجة، أفضى ذلك إلى قطيعة بين أولاده وأخوالهم أو بين أولادها وأعمامهم، نعم، وعماتهم، فهنا ينبغي أن تغلب مصلحة القرابة والصلة على ما يمكن أن يكون من المكدرات. ما في علاقة إلا ولا بد فيها من مناغصات، لكن الكلام في محاولة تقليل هذه الإشكاليات وتجاوزها، ومحاولة تجاوزها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.